النائب المستقل عن محافظة البصرة علي المشكور يكذب المالكي شائعات عودة حزب البعث ولا زمنها. النائب ياسر الحسيني قيمة المشاريع في حكومة السودان هي 10 أضعاف سعرها الحقيقي. عشيرة مياح تعلن البراءة من النائب السابق كاظم الصيادي بعد 2 يوم من إصدار محافظ واسطة تعميما على الدوائر بقطع التعامل معه كونه يبتز المستثمرين والمقاولين. النائب سروى عبد الواحد البرلمان يسعى إلى شراء عجلات VIP لجميع أعضائه تبلغ سعر الواحدة أكثر من 120,000 دولار أي ما يعادل 180 مليون دينار عراقي. أنباء عن اعتقال مستشار السودان لشؤون الرياضة والمقرب من حيدر العبادي خالد كيبان بتهمة اختلاس 3 مليار دينار كانت مخصصة لتطوير اتحاد السباحة. مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر رفضنا طلبا للسودان بعدم استخدام الأجواء العراقية لضرب إيران. المحلل السياسي محمد نعناع السوداني لم يتصل بالرئيس الأمريكي ترامب ومستشاريه روجوا لهذه الكذبة لأغراض غير معلومة. الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى إسرائيل ستتوسع وستضم أراض من السعودية والأردن ومصر. النائب ياسر الحسيني وزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعاقد مع شركة أوكرانية مطلوبة ومفلسة لاستخراج الغاز. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي السنة الماضية العراق استورد مادة الأندومي بقيمة 17 مليون دولار أمريكي. المحلل السياسي علي الشعلان رئيس البرلمان محمود المشهداني عاجز وسيكون أداة بيد المالكي لضرب خصومه. شعلان الكريم ليس كل ما يريده المالكي يتحقق ولا ينبغي تفصيل قانون انتخابات يخدم مختار العصر. المقرب من السودان علي البيدر كبير مستشار رئاسة الوزراء يمارس مهام عمله بشكل طبيعي وخبر اعتقاله كاذب رغم وجود تسريب صوتي له يتحدث عن استلامه 1 مليون دولار رشوة من إحدى الشركات. تعطيل الدوام الرسمي في محافظة البصرة يوم غد الخميس لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة منتخبنا. وزارة الداخلية حظر تجوال أيام التعداد السكاني في جميع أنحاء العراق يبدأ ليلة 19 من تشرين الثاني. وزارة الداخلية تقييد التنقل بين الأقضية والمحافظات خلال حظر تجوال التعداد السكاني. وزارة الداخلية إجراء الحظر سيشمل جميع المحافظات دون استثناء إقليم كردستان. وزارة الداخلية الحركة الجوية ستكون مفتوحة خلال حظر التعداد والتبادل التجاري مستمر. السوداني يصدر توجيها للنزاهة بالتحقيق في صحة التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة المستشارين. النزاهة وجنايات مكافحة الفساد تباشران التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء. لمنع تسريب الوثائق والمعلومات وزير الداخلية يأمر بمنع إدخال واستخدام الهاتف الذكي من قبل الضباط والمنتسبين أثناء الدوام. محافظ واسط يوجه دوائر المحافظة بعدم التعامل مع النائب السابق كاظم الصيادي كونه يبتز المستثمرين والمقاولين ويقوم بتعقيب المعاملات بشكل غير قانوني. المقرب من السودان عائد الهلالي قادة الإطار التنسيقي وعلى رأسهم الخزعلي والعامري لا مشكلة لديهم مع ترامب. القاضي وائل عبد اللطيف 8 وزراء في حكومة السودان وعلى رأسهم وزير الدفاع ثابت العباسي لا يستحقون المنصب ويجب تغييرهم.
مثال الآلوسي أحد رؤساء البرلمان غير النجيفي، له علاقات طيبة مع الإسرائيليين والتقى بهم مرتين، وعلى علاقة وثيقة مع الإيرانيين أيضا. بعد تدخل السودان شخصيا ومنع محافظ كربلاء من إعطائه قطعة أرض، المقرب من الفصائل عباس العرداوي يفتح النار على الحكومة ويصفها بالفاشلة. خريجو المجموعة الطبية يتظاهرون أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بالتعيين. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي: سنتصدى لأي مخطط أمني ضد إيران، ونعتبر أمن العراق من أمن إيران. العاصمة بغداد رابع مدن العالم الأكثر تلوثا بعد الهند وباكستان وفقا للمؤشر العالمي لجودة الهواء. تسريب صوتي لخميس الخنجر يحذر فيه السودان من ملف فساد كبير قادم في الوقف السني. السلام عليكم دكتور، رئيس شونك. والله ما رح تقول لك على هذا الموضوع لأنه مو وقته بهالمعمع هاي، بس أنا حكيت لك مرتين ثلاثة على الأوقاف، لما حكيت لك تلميح، العرب تقول التلميح خير من التصريح، أنه دي يصير شغل على الأملاك وعلى وأنا وقفتها والله، وقفت الهدر ومنعت أي شيء يصير من خلال هذا الرجل الدكتور صديق اللي موجود حاليا على الاستثمار والإجابة مشعان. سمعت أكو تحرك من أجل ابن محمود، إذا أجى ابن محمود بما معهود عليه هذا الوالد عبد الباسط، أنا أقول لك دولة الرئيس معناتها راح ننفضح بالوقف فضيحة لا مثيل لها. ويعني أنا إذا استلم هذا الاستثمار يعني بس يعني بيناتنا، أنا مضطر أطلع بيان أقول أنا ليس لي أي دخل ومشعان ما لي أي، وأرفع إيدي وأنا ما لي دخل بالموضوع الوقف، حتى أبين للجمهور لأن أعرف شو راح يصير. يعني راح يصير سرقات لا يعلم بها إلا الله، وراح تكون فضيحة يعني مدوية، وأعرف هم من الآن شنو متفاقاتهم، وهذه كارثة. هذا الموضوع يعني إذا بها مجال أترجاك يتوقف. وصل إلى مرحلة الخطر ارتفاع نسبة تلوث الهواء في العاصمة بغداد لتبلغ 373 وفقا لمؤشر جودة الهواء. بعد العراق، وزير الداخلية الليبي يتوعد بملاحقة مقدمي المحتوى الهابط على التيك توك الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي.